يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وصلاح المجتمع في الحقيقة لا يحصل إلا بهذه السورة. إذا كان كل واحد يصلح بيته، هذا البيت يخرج إلى السوق، وهذا البيت الطفل يروح في المدرسة ويروحون في السوق، سوقنا يكون إن شاء الله صالح ومصلح، ما هو كذا؟ فيجب على كل مسلم أن يصلح بيته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن قبل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ولا نطيل على الإخوان إن شاء الله، ندعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للخير ويوفقنا للدعوة إلى الله تعالى بالتي هي أحسن. وبالتي هي أحسن باللين أيها الإخوة، لست عليهم بمسيطر، لا تغاضب، وإذا كنت تريد أن تكون مباحثا مناظرا على السنة وعلى الحق فأرجع إلى مباحثات ومناظرات الألباني رحمة الله عليه. الإنسان يغضب لكنه يتماسك، والإنسان يتهرب، لا 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 هذه النقطة ننتهي منها أولا بعدين. وبعدين كان يقنعه، جاء رجل ملحد أو يدعي الغيب، علم الغيب، فقيل إن هناك الشيخ الألباني يكذبك أنك كذاب. قال أنت، جاء عند الشيخ الألباني وقال: أنت تريد أن أنت تكذبني؟ نعم أنا عالم الغيب وأنت تكذبني. قال: طيب أنت تعلم الغيب؟ فماذا قال الشيخ؟ تذكرون ولا ما تذكرون؟ ماذا قال؟ نعم، قال: أجادلك، قال: أنا جيت أناظرك. هو نفسه واقف على رأسه يقول: أنا أريد أن أجادلك أناظرك. قال: أناظرك بشروط. قال: ما هي الشروط؟ قال: أنت عالم الغيب، اعلم شروطي. فبهت مسكين. المناظرة في دقيقة واحدة. ولا يجوز لكم أن تغضبوا، فالغضب هذا دليل الضعف أمام الخصم بالراحة وبالحكمة، ما دام كتاب الله وسنة رسول الله ما يمكن أن يغلبك يا أخي. لكن الشان كما قال الله تعالى لموسى عليه السلام وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. طغى، لكن ماذا تقولون له؟ هل كلمة طغيان وكلمة غضب أمامه؟ لا، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فاعرف أن في هذا الزمان ليس أحد من مخاطبيك أطغى من فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى. ليس أحد يوجد مثل هذا. فليكن هجير طالب العلم أن يكون دائما يدعو إلى الله، إلى دين الله باللين والحكمة، فإن قبل وإلا ما عليك إلا البلاغ وأنت نائب رسول الله في هذا الخطاب، كما قال الله تعالى له: ما عليك إلا البلاغ، لست عليهم بمسيطر. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.